مستقبله. طبعا سمعنا سكر زيادة لكلمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وألحان سفير الألحان في الوطن العربي الفنان فايز السعيد. يعطيكم الصحة والعافية على هذه الأغنية الجميلة. ما قصرت. بداية الفنانة يارا، ايش كثر التعاون مع الفنان فايز السعيد يحل الشغل؟ هلا اذا بدنا نحكي عن الفنان فايز السعيد بدنا حلقة كاملة. يا سلام يا سلام. يعني شهادتي مجروحة فيه. اول شيء مساء الخير، انا سعيدة جدا بوجود. وانا فايز بحب جمهور ترتتا. يا سلام عليك. وسعيد بوجودك معي، وجود سعود الفنانين اللي معنا. حبيبي تسلم. وانا طبعا سعيد بتواجدي معاكم في هذا البرنامج. بدايه الفنان فايز السعيد، لقبت بلقب سفير الالحان، تعاونت مع الكثير من الفنانين في الوطن العربي. قبل لا اسالك عن هذا اللقب، بدايه الفنانه يارا طلعت بطلعه جدا جميله، غنت باللون الخليجي وتعتبر من افضل الفنانات اللي غنوا باللون الخليجي، هذا برايي الشخصي طبعا. برايي. خبرنا كيف يعني اتقنت اللهجه الخليجية وكيف الشغل معها بالخليجي؟ أول شيء يارا من الفنانات المحبوبات في الوطن العربي ما في شك، ومحبوبة في اللون الخليجي. هي طبعا نجحت من بداية أول أغنية خليجية صدفة، حبوها الناس بشكل كبير وحبيناها احنا في الخليج بشكل أكبر، لأنها أجادت اللون الخليجي والكلمات الخليجية الهنك الخليجي مثل ما تقول. فهي من الفنانات الخفاف على القلب واللي وصلوا الأغنية الخليجية بشكل كبير للوطن العربي وتميزت فيها، يعني ما شاء الله عليها. شكرا كثير. شكرا. طبعا تعاونت مع الكثير من الفنانين، انا ما اقدر اعدد الاسامي لكن عندي اسامي كثيره، الفنان محمد عبده، الفنان ابو بكر سالم، الفنان عبد الكريم عبد القادر، عبد المجيد عبد الله، راشد المواجد، اصاله، وغيرهم كثير من الفنانين اللي نحن ما نقدر نحصيهم. وصلت تقريبا لحدود كم لحن؟ تقريبا 700 لحن. ما شاء الله عليك يا فايز. خبرنا بدايه يعني كيف وصلت هذا الرقم؟ اول شيء كان يعني كان اول لحن لي سنه 2001. نعم. مع الفنانة ريم، وبعدها مع الفنان راشد الماجد، وانطلاقة مع كبار الفنانين مثل أصالة وذكرى الله يرحمها ولطيفة وفلة وكثار من الفنانين العرب. طيب انت حققت حلمك جسمي. انك انت تلحن لأبو بكر سالم. أيوة. حاليا حلمك وين؟ والله حلمي اني ما اخلي ولا مطرب عربي بحاله. حيوه ما شاء الله عليك. الفنانة يارا شاركتي في أوبريت وحدة وطن بمهرجان الجنادرية في المملكة العربية السعودية في دورتها ال 25. طبعا هذه كانت أول مشاركة نسائية من لبنان في هذا المهرجان منذ تأسيسه. ليش يارا بالذات؟ سألتي نفسك؟ صحيح، أنا هذا الشيء بيشرفني وكتير سعيدة أني شاركت بمهرجان كتير مهم وضخم مثل مهرجان الجنادرية. نعم. وسعيدة أكثر أني شاركت فنانين كبار بالخليج العربي، كوني الفنانة اللبنانية الوحيدة اللي اختاروها. ليش اختاروني ما بعرف، يعني ما فيني جاوب عنه. من الله. الحمد لله. الحمد لله. يعني هذا دليل ثقة يمكن منهم فيني، وإن شاء الله يعني ضل عند حسن ظنهم. لأن مثل ما قلنا لك تميزتي في اللون الخليجي بعد. صحيح. الفنانين كلهم. صحيح. ما شاء الله عليك. الفنان فايز السعيد، انتهيت من فترة من تسجيل جلسات مع كان آخرها مع الفنان راشد الماجد، غنيته يا دكتورة وغنيته الكثير من الأغاني المميزة. خبرنا شو الفرق بين انك تغني جلسه او تغني اغنيه؟ شو اللي يميز الجلسات؟ شو اللي يخلي الجمهور يحب الجلسات اكثر؟ الجلسات فيها مصداقيه، يعني دائما كل شيء فيها لايف غير الاستديو. الاستديو يكون مسجل وفي تضبيط للصوت وتركات، الجلسه اكثر طبيعيه، يعني كل شيء لايف. اذا بتغلط الناس بتحكم عليك اذا انت فنان ولا لا. العازف نفس الشيء، لازم يعزف كل اللي عنده. إذا نشز الجمهور بشوف، يعني الحكم الجمهور. اختبار يعني. على العموم نحن راجعين لكم متواصلين معاكم مع مشاهدينا وجمهورنا بعد ترتب بريك.